أبو هاشم إذا ما راضي ما ينام الليل. كابوس هذا مجلس النواب، أي جلسة تنعقد على أساس محاصصة ماكو. نغير سياسة الدولة بعد ماكو محاصصة توافقية ماكو، لأنه جربناكم صار 20 سنة وراح نرجع من جديد. إذا صارت جلسة والعقدة جلسة نطب لكم ونشردكم من مكانكم وليكم ما تنام. بالقنابل ضربانه، بالقنابل ولا رحمه، وناس يرمون ما يرمون عالي، يرمون ناس. واي اطول فتره يعني مر على العراق مع سقوط النظام البائد هذا اليوم. يعني هم الكتل السياسيه يستحوذون على المناصب والكراسي، ما متناسين الشعب العراقي. لا موازنة، لا بنى تحتية، بناء تحتية. يعني ما افتهم، يعني هاي 8 أشهر انتخاب رئيس وزراء ما يقدرون على يسوي انتخابات. البرلمان هو أعلى سلطة بالدولة، المفروض يقعدون يحلون المشاكل. هاي ترى هذا مخالفة دستورية، والشعب العراقي أصبح لأنه صبره نفذ.